البلدان الأفريقية تمتلك موارد كبيرة إلى جانب فرص أخرى متاحة كبناء الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ وتوليد الكهرباء والسدود وإمداد الماء، ولكن فرص الاستثمار أين تكمن؟ يبلغ عدد سكان أفريقيا حوالي 934 مليون نسمة، وتقدر مساحة القارة الإفريقية بأكثر من 30 مليون كيلومتر مربع، وتمتلك القارة السمراء أكبر مخزون للعديد من الثروات والمعادن الاستراتيجية، حيث يوجد بها 17 معدنا باحتياطات ضخمة من بين أهم 50 معدن في العالم. كما أن القارة الإفريقية تتمتع بإمكانيات هائلة في مجال الزراعة تؤهلها لأن تكون سلة للغذاء العالمي، حيث تصل نسبة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة إلى 35%. وكالة إيكوفين الفرنسية المهتمة بالشأن الأفريقي صنفت دول القارة السمراء حسب توفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وبحسب قيمة مؤشر ريادة الأعمال العالمي تصدرت تونس قائمة البلدان الأكثر جذبا للاستثمار، وفي المرتبة الثانية جاءت بوتسوانا، تلتها بعد ذلك جنوب أفريقيا، ثم في المرتبة الرابعة جاءت ناميبيا، ومن ثم الخامسة جاءت المغرب، واحتلت مصر المرتبة السادسة، تلتها من بعد ذلك الجزائر، بينما احتلت رواندا المرتبة الثامنة، تلتها بعد ذلك غانا، ثم جاءت نيجيريا في المرتبة العاشرة والأخيرة.